بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حياكم الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم، وأن يجعلنا بعد هذا المجلس خيرا مما قبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سورة صاد من الصور المكية، أي التي نزلت قبل الهجرة. وإذا قلنا إنها سورة مكية فهذا يعني أنها ستتسم بسمات القرآن المكي. القرآن المكي يمتاز عن القرآن المدني بسمات موضوعية وسمات أسلوبية. فموضوعات القرآن المكي بتدور في الغالب حول قضية إثبات وجود الله ووحدانيته وصفاته اللائقة، وإثبات البعث والنبوة وصدق النبي وصدق القرآن وجزاء الكافرين وقصص السابقين من المكذبين والمعاندين ومجادلة المشركين وذكر آيات الله سبحانه وتعالى في الكون حتى يلتفت إليها الناس فيؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. كما تتسم الصور المكية بسمات أسلوبية، فآياتها تميل إلى القصر والتركيز الشدة والتقريع والمقارنة. فسورة صاد مكية بالإجماع. عدد آيات هذه السورة 88 آية. عدد كلمات هذه السورة 732 كلمة. عدد حروف هذه السورة 3760 حرف. هذه السورة نزلت وفق ترتيب النزول كما يقول بعض المشتغلين بعلوم القرآن بعد سورة العصر، لكن ترتيبها في المصحف بعد سورة الصافات. لكن قبل ما نقول ليه وضعت في المصحف بعد سورة الصافات، هنقول ليه العلماء اعتنوا بعد كلمات وحروف السور. ايه الفائدة؟ هل مجرد احصاء رقمي وخلاص؟ لا، الفائدة ان احنا كمسلمين نتأكد من صحة القرآن، ونتأكد من انه في عناية شديدة جدا بالقرآن من قبل علماء المسلمين، بحيث يطمئن المسلم ان هذا الكتاب لم يضع منه حرف ولم تسقط منه كلمة، فهو كتاب محفوظ كما وعد ربنا سبحانه وتعالى. وربنا لما بيوعد بحفظ كتابه فهذا الوعد لابد انه يتحقق. لكن كيف يتحقق؟ يتحقق عن طريق تسخير الله سبحانه وتعالى لبعض البشر الذين يقومون بهذا الحفظ، فكأن هؤلاء البشر بيصيروا أدوات الله عز وجل في الحفاظ على القرآن. والقرآن على مدار تاريخ جهود العلماء في الحفاظ عليه عظيمة جدا وجليلة جدا وتدعو للانبهار الحقيقة. قلنا ان ترتيب السورة كان بعد سورة العصر، لكن وضعت هذه السورة في المصحف بعد سورة الصافات. فما الحكمة؟ ما المناسبة؟
لماذا وضعت بعد سورة الصافات ولم توضع بعد سورة العصر مثلا؟ العلماء بيقولوا ان سورة صاد تعتبر كالمتممة لسورة الصافات. ربنا سبحانه وتعالى لو تلاحظوا ذكر في سورة الصافات بعض الأنبياء، مش كده؟ في هذه السورة أكمل ذكر بعضا من عباده المخلصين. مش احنا قلنا السورة اللي فاتت ربنا سبحانه وتعالى أعطانا نماذج من عباده المخلصين الذين نزهوه سبحانه وتعالى عن نسبة الولد إليه أو أن ينسب إليه جن أو ملائكة حتى نقتفي آثارهم. فالسورة هنا بتذكر نموذجين آخرين من عباد الله المخلصين لم يذكرا في السورة التي قبلها، وهما داود وسليمان عليهما السلام. هذه السورة أيضا ذكرت بعد سورة الصافات لأن موضوعها يعتبر تدليل على ما ذكر في آخر سورة الصافات. ففي آخر سورة الصافات ربنا قال ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ففي السورة دي بتذكر قدرة الله على هذا النصر إذا أراده وإذا شاء، فبتذكر انقلاب حال المؤمنين من الضعف إلى القوة، وبتذكر نموذج على هذا في شخص سيدنا داود عليه السلام الذي كان ضعيفا ثم أعطاه الله سبحانه وتعالى ملك الأرض. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. السورة في الصاد تدلل على قدرة الله على ماذا؟ نصرة عباده المؤمنين. هذه السورة أيضا بتذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على تدمير أهل الباطل الذين ينسبون لله سبحانه وتعالى ما لا يليق، وأن سكوت الله عنهم مع نسبتهم لله الباطل ليس عجزا عن عقابهم وإنما إمهال لعلهم يتوبوا ويرجعوا. فالسورة بتذكر كيف نصر الله سبحانه وتعالى الحق وأعز سلطانه، وكيف دمر الباطل وقوض أركانه. طيب يبقى دي مناسبة بين سورة الصافات وسورة صاد. ما هي الموضوعات التي اشتملت عليها سورة صاد؟ احنا قلنا ان كل سورة من سور القرآن لها موضوع تدور حوله كده، وأن معرفة المحور الرئيسي والعمود الفقري للصورة بيكون عن طريق ماذا؟ جمع موضوعات الصورة الفرعية ثم الربط بين هذه الموضوعات واسم الصورة يطلع لنا الموضوع الرئيسي. فما هي الموضوعات التي اشتملت عليها سورة صاد؟ هذه السورة بدأت بالقسم بالقرآن العظيم وأنه كلام الله وأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، ثم ذكرت صورة من صور عناد الكافرين وعدم تقبلهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينت أن السبب في هذا العناد شيء من الحسد مع شيء من الحقد مع شيء من الكبر منعهم عن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الكفر ليس سببه شيء فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شخص رسول الله كان بالنسبة لهم مشكلة. السورة بتذكر بعد ذلك تهديد هؤلاء الكفار بالهزيمة في
في الدنيا والآخرة، وبتذكر نموذج سابق يشبههم في العناد والتكذيب لرسلهم وأنبيائهم وكيف دمر الله عليهم. ثم تتوجه السورة بعد ذلك بالأمر بالصبر، تأمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر كما صبر داود عليه السلام، وتذكر إكرام الله عز وجل لسيدنا داود وكيف أعطاه الله سبحانه وتعالى، وكيف إن سبب إكرام الله عز وجل لسيدنا داود كان بسبب التزام سيدنا داود عليه السلام بأوامر الله عز وجل ومحاولة تنفيذ هذه الأوامر على الأرض ودعوة الناس إلى الحق ومحاولة إقامة العدل بين الناس. ثم بيّنت السورة أن من حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله ألا يسوي بين المؤمنين والكافرين، ثم تذكر نموذج آخر من نماذج عباد الله المخلصين وهو سليمان عليه السلام، لكنها تقول إن الله عز وجل ابتلى سليمان في ملكه وأراد أن يعلمه درسا، حتى إذا أنعم على المسلم بنعمة الملك أو الرئاسة أو نحو ذلك فلا ينبغي أن تشغله الدنيا عن الآخرة. السورة احنا قلنا أمرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر كده، فبتذكر أبرز نموذج بعد ذلك من نماذج الصبر وهو سيدنا أيوب عليه السلام. ثم تختم السورة بالتذكير بأصل الحكاية. إيه أصل الحكاية؟ إن احنا على الأرض للابتلاء والعبادة والتعمير، وأن هناك عدو يتربص بنا ويريد أن يصرفنا عن غايتنا التي ينبغي أن تكون العمل بدخول الجنة. فبيذكر الله سبحانه وتعالى قصة إبليس مع سيدنا آدم عليه السلام، باعتبار أن سيدنا آدم هو أول خليفة لله على الأرض، كما كان داود خليفة وكما كان سليمان خليفة، فآدم هو أول خليفة، وإنه رغم ذلك لم يتركه الشيطان. قصة آدم مع إبليس ذكرت في عدد كبير من السور، ذكرت في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحج وفي سورة الإسراء وفي سورة الكهف، وذكرت في هذه السورة، وذكرها في هذه السور المتنوعة زي ما قلنا لحضراتكم قبل ذلك ليس من باب التكرار، لأن القرآن لا تكرار فيه، وإنما من باب التخديم على موضوع السورة. لذلك بعد ما بنجمع هذه الموضوعات كده كلها جنب بعضها مع اسم السورة، تمام كده، وهو كلمة صاد، هذا الحرف الذي يدل على الفخامة والعزة والاستعلاء، نقول إن موضوع هذه السورة هو أن الله سبحانه وتعالى ولي الذين آمنوا يخرجهم من الضعف إلى القوة ومن الافتقار والمسكنة إلى العزة. فهذا هو موضوع سورة صاد، والله أعلم. ما أسماء هذه السورة؟ سورة صاد لها اسمين، واحد منهم اسم توقيفي ورد عن بعض الصحابة أو ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحرى، واسم تاني اجتهادي. الاسم التوقيفي هو الاسم المشهور سورة صاد، ماشي، وكانت أحيانا هذه السورة بتكتب في كتب التفسير والحديث وغيرها إما برسم الحرف أو بكتابة الحرف، بكتابة اسم الحرف، فيكتبوا صاد ألف ضاء دال، فهي سورة إيه؟ صاد. والاسم دوت ورد عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزلت سورة صاد بمكة، فسيدنا عبد الله بن عباس سماها سورة إيه؟ سماها سورة صاد.
وسيدنا عبد الله بن عباس ما يقولش كده إلا إذا كان هذا الاسم مشهور وموجود بين الصحابة ويقرؤونه ويعرفونه. ليه سميت بهذا الاسم؟ لأنها افتتحت بهذا الحرف من الحروف المقطعة، أو هذا الحرف اللي هو من حروف المعجم اللي هو حرف صاد. طيب ليها اسم تاني اجتهادي، الاسم التاني الاجتهادي تخيله هو ايه؟ اسمها سورة داود عليه السلام، هذه السورة ايضا تسمى سورة داود عليه السلام، وعنون لها بذلك ابن جزي الكلبي في تفسيره، وابن الجوزي والخازن والجمل، وذكرها كذلك بهذا الاسم السخاوي في جمال القراء والبقاعي، والفيروز آبادي في بصائر ذوي التمييز. وهو اسم زي ما قلنا اسم اجتهادي، لأنها ذكرت قصة سيدنا داود عليه السلام وأفاضت فيه، وهذا لم يحصل في سائر القرآن. ده أو دي مقدمة سريعة حول سورة صاد. سورة صاد تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى صاد، وصاد حرف من الحروف المقطعة، يعني حرف من الحروف المقطعة يعني الحروف التي ينطقها مقطعة، صاد حاء ميم عين سين قاف. وهذه الحروف المقطعة أردت فيها أقوال كثيرة لأهل العلم، أصح هذه الأقوال وأقربها أن هذه الحروف أتي بها للدلالة على إعجاز القرآن العظيم. إزاي؟ كأن القرآن يقول للناس هذا القرآن مكون من الحروف التي تنطقون بها، فلماذا لا تأتون بمثله أو بمثل عشر سور منه أو بمثل سورة منه؟ فأمامكم المادة الخام لصناعة الجمل والتراكيب، فلماذا لا تأتون بمثل القرآن؟ لذلك هتلاحظوا حضراتكم أن الصور التي تبدأ بالحروف المقطعة يكون بعدها مباشرة ذكر القرآن، ياسين والقرآن الحكيم كده، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا. فسورة صاد لم تتخلف عن هذه القاعدة، فقال الله سبحانه وتعالى صاد اللي هو حرف من حروف اللغة العربية، ثم بعد ذلك أقسم بالقرآن فقال والقرآن ذي الذكر، والقرآن ذي الذكر، الله عز وجل يقسم بالقرآن وأنه ذو ذكر يعني ذو شرف ومكان عالية. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، يعني لا شك أن الكافرين في تكبر وعناد. فالقرآن الآن ماذا يفعل؟ يصف أحوال أو بعض أحوال المشركين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض صور عنادهم. بل الذين كفروا في عزة وشقاق، تقرير واقع. كم أهلكنا من قبلهم من قرن، لقد مر على الأنبياء ومر على البشرية أقوام يماثلونهم في الكبر والعناد، فماذا فعل الله معهم؟ أهلكهم. كم أهلكنا يعني كم من أمم أهلكناها من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. فنادوا عند نزول العذاب يريدون الخروج من العذاب، لا استغاثة، يعني لما ينزل بهم العذاب يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى. فكأن الآيات بتقول لهم الجأوا إلى الله قبل أن تنادوا الله وتستغيثوا بالله قبل نزول العذاب. فنادوا ولا تحين مناص، يعني وليس الوقت وقت خلاص، ولا تحين مناص يعني لا يصلح هذا الوقت للخلاص من العذاب. زي بالضبط كده ما هيحدث مع الكافرين يوم القيامة حين
يقولون ونادوا حين يقولون ربنا أرجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فالله عز وجل يعني يذكر ندمهم، لكن هذا الندم يكون دائما عند وقوع العذاب، فنادوا ولا تحين مناص. ثم يذكر القرآن تعجبهم من أمر لا ينبغي أن يتعجبوا منه، فقال وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. لاحظ هنا ما قالش رسول، ليه؟ لأن السياق سياق ذكر عذاب الأمم السابقة التي كذبت بالأنبياء، ذكر عذابهم هم وندائهم هم واستغاثتهم إذا نزل بهم العذاب، فلذلك استخدم منذر، لأن الإنذار لا يكون إلا مع تهديد أو إنذار بشيء يسوء، أما التبشير فيكون بشيء يسر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ونذيرا، مبشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، مين المنذر الذي جاء منهم؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولما الآيات تقول منهم، منهم يعني من جنسهم، بشر مثلهم، بتنبه الآية هنا إلى أنه ما فعله الله سبحانه وتعالى حين أرسل الرسول منهم، فده السنة أو دي السنة المستمرة، أو هذا هو الأسلوب الإلهي في مخاطبة خلقه، إنه يبعث في كل أمة نذير منهم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فهو أمر لا يدعو للعجب أن يأتيهم الرسول منهم، يعني من جنسهم، وليس من العجب أن يكون عربيا مثلهم أيضا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وليس العجب أن يأتيهم نذير، لأن الأمم اللي حواليهم جاءهم إيه؟ منذرون. فإذا يعني كأن القرآن يريد أن يقول نحن نتعجب من تعجبكم، تعجبكم ليس له إيه؟ ليس له معنى. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وصفوا المعجزات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سحر، ووصفهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر كذاب من أكذب ما قيل، أو هو أكذب ما قيل. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بينهم 40 سنة، لم يعهدوا عليه أنه مارس السحر قبل ذلك، ولم يعهدوا عليه أنه تعلم السحر على إيد حد، من السحر ده علم يتعلم، ولم يروا رسول الله يذهب للمعلم معلم السحر يتعلم على يديه، ولم يجرب فيهم سحرا قبل ذلك، ولم يفعل النبي فعل السحرة. السحرة ماذا يفعلون؟ يوجدون العداوات بين الناس، يوغرون الصدور. النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى ما فيه صلاح وهداية وتقوى وسلام وأمان وطمأنينة. السحرة لا يفعلون ذلك، والساحر في الغالب يستخدم السحر للوصول إلى غرض، إما غرض شخصي أو غرض دنيوي لغيره، بحيث يحصل منه أيضا منفعة شخصية، فكأن يكون ساحر لملك أو لرئيس بحيث يقرب منه، أو ساحر للناس بحيث يحصل منهم أموال ويجمعها ويغتني. وكل هذه الأمور غير موجودة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما يوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذاب، فهذا أيضا أكذب الكلام، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يعهد عليه قط الكذب، بل كان يلقب بينهم بالصادق الأمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان محل ثقة قبل البعثة. النبي صلى الله عليه وسلم هو عنده 35 سنة، تحاكموا إليه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، لما كادوا يقتتلون على من هي القبيلة التي يكون لها شرف حمل الحجر الأسود ووضعه في مكانه، لما عادوا بناء الكعبة كادوا يقتتلون، وقالوا خلاص نتحاكم لأول من يدخل علينا الآن، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم حكم يدل على رجاحة عقله وحصافته صلى الله عليه وسلم،
فأمرهم بوضع الحجر على قماشة كبيرة، ثم تحمل كل قبيلة منهم طرفا من القماش فتكون قد نالت شيئا من الشرف. ثم لما حملوا الحجر ووصلوا به إلى مكانه، حمله رسول الله وضعه في مكانه. فإذا أهو كنتم ترتضونه حكما، كنتم تصفونه بالعاقل الصادق الأمين، فلما جاءكم بالقرآن العظيم ولما جاءكم بالمعجزات الدالة على صدقه تصفونه بأنه ساحر كذاب. وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ثم يتعجبون من أمر آخر، إحنا اللي نتعجب منه الحقيقة برضه، يعني هم عجبهم هو الذي يثير التعجب. فهم بيتعجبوا من إيه بقى؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. طيب هو الإله الحق خالق الكون عقلا ينبغي أن يكون واحد، يعني لا يمكن عقلا أن يكون الإله الخالق إلا واحد، لأنه لو كان أكثر من واحد وقع بينهم الاختلاف فهذا سيدل على ماذا؟ عجز الاثنين أو عجز واحد منهم على الأقل. فإذا العقل السليم بيقول إيه؟ بيقول إن الإله ينبغي أن يكون واحدا. فهم يتعجبون، ومصدر العجب مش حاجة تانية غير إلف العادة، هم ألفوا إن الآلهة تكون متعددة وكل إله يكون مختص بوظيفة معينة، فزي البشر بالضبط. وهم لما بيخلوا للآلهة وظائف متعددة أو آلهة متعددة سلبوا منها معنى الألوهية، لأن معنى الألوهية يعني القدرة التامة، العلم التام، الإرادة التامة، بحيث لا يشركه أحد في قدرته ولا إرادته ولا علمه. فلمعنى إن حد يشركه إنه ناقص العلم ناقص القدرة ناقص الإرادة. فبالتالي ما لهمش مصدر في هذا العجب إلا الإلف، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ، الملأ اللي هم الكبارات الأشراف اللي هم أهل الثروة والجاه والغنى والشرف والمكان منهم، وانطلق الملأ منهم. هنا بقى بيقول لك إنه في دور خطير دايما مع كل تغيير أو مع كل دعوة صالحة أو مع كل دعوة نبي، في دور خطير لأصحاب الجاه والمكان والسلطان والنفوذ في صد الناس والتأثير على الجماهير لعدم الاستجابة لدعوة النبي. ليه؟ لأنه سيؤخذ من مكانتهم، سيؤخذ من أموالهم. فهم عايزين الدنيا تفضل كده هو تمشي زي ما هم عايزين على مزاجهم. وانطلق الملأ منهم، والملأ دايما لو تلاحظوا في كل قصص الأنبياء بيذكروا في سياق الذم على طول، في سياق الإيه؟ في سياق الذم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ليه قالوا امشوا واصبروا على آلهتكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في الأسواق ويتحدث مع الناس ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فهم كانوا بيقوموا بدعوة مضادة، دعاية مضادة، فلأ النبي يقول قولوا لا إله إلا الله، ومنهم لأ اصبروا على آلهتكم، محمد فتان، محمد كذا، محمد كذا، ويشوهوا في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أن امشوا، امشوا يعني امضوا على ما كنتم عليه ولا تتغيروا. امشوا هنا يعني امضوا، يعني استمروا، اثبتوا على ما أنتم فيه. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، على عبادة آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. محمد عنده خطة خفية، الموضوع مش موضوع دعوة ولا ألوهية ولا نبوة ولا كذا. خدوا بالكم هنا، ده الأسلوب الثاني من أساليب الملأ. يبقى الأسلوب الأول إيه؟ القيام بدعوة مضادة مباشرة. الأسلوب الثاني التشكيك في النوايا، في نوايا الأنبياء والمصلحين، مع إنه النوايا دي سبحان الله ما حدش يعرفها. يعني أنت المفروض تنظر في الكلام الذي يقال، هل هو صالح في ذاته أو فاسد، هل هو حق في ذاته أو باطل، ثم بعد ذلك تحكم.
لكن تشكك في النوايا علشان تصرف الناس، يقول لك فلان ده هو عايز يتحكم فينا، عايز ياخد أموالنا، فكده فالناس إيه ترعب وتخاف وترجع ورا. إن هذا لشيء في مؤامرة محمد بيدبرها، إن هذا لشيء يراد. إيه اللي يريد محمد بقى؟ العلو، المكانة، الملك، الرئاسة، وكل. وسبحان الله الأيام أثبتت عكس هذا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه كل هذا رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة، بهذا الإشارة لإيه؟ إن الإله واحد. إحنا ما سمعناش بكده خالص. ده الملة الآخرة اللي هي النصرانية الآلهة فيها ثلاثة، فإزاي محمد يجي ويقول ده الإله واحد؟ ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. لاحظوا هنا الأسلوب الثالث من أساليب الملأ في الصد عن سبيل الله، وهو استخدام كل الأوراق حتى وإن لم يؤمنوا هم بهذه الأوراق. يعني هل كانوا مؤمنين بالنصرانية حتى يستشهدوا بالنصرانية؟ هل كانوا مؤمنين بأي ملة علشان يستشهدوا بهذه الملة؟ أبدا. لكن هو يقول لك إيه؟ اللي تغلب بيه العب بيه، حتى لو كان الآن أنا مش مؤمن بيه، لكن أتخلص من اللي قدامي ده دلوقتي، أعمل أي حاجة المهم أتخلص من ده دلوقتي، وبعد كده نرجع كما كنت. ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة، يعني أنت كأنك عايز تقول له كده يا واد يا مؤمن، يعني هو ده بالظبط اللي تقال له إيه؟ ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة، قال يعني هم عندهم ملة، هم كفر عباد أصنام، ما عندهمش ملة ولا نبي ولا رسول ولا كتاب، فكيف تستشهد بالرسول وبالكتاب؟ ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة إن هذا إلا اختلاق. طالما ده ما جايش في الملة الأخيرة يبقى ده كذب، احنا عمرنا ما شفنا، ما حدش قال محمد بيقول ده خالص، يبقى إذن هو كذب. فبرضه هتلاقي مصدرهم هو إيه؟ مصدرهم الإلف، إلف ما اعتادوه الناس أعداء ما جهلوا، والملأ بالذات أصحاب النفوذ والوجاهة بالذات أكثر ناس يهمهم بقاء الأوضاع على ما هي عليه، طالما هو بياكل وبيشرب وأموره مستقرة وتجارته مستقرة ما بيبصش لغيره، ما بيبصش لغيره، فهو أكثر ناس يهمهم بقاء الأوضاع على ما هي عليه، وبالتالي أي دعوة للتغيير بيعتبروها زعزعة للاستقرار مباشرة، وبالتالي الحرب الضروس. وهذا ما حدث مع رسول الله، مع ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جماعه انا مش جاي اخد اموالكم، انا مش عايز منكم حاجه، انا مش عايز منكم غير انكم تقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. يبقى اذا اصبروا على الهتكم. ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق. يبقى ده احوالهم. طيب ايه السبب بقى؟ السبب الحقيقي الله عز وجل هو خالق الانسان وهو الذي يعلم دخائر النفوس. هل الناس دي فعلا يا جماعة ما كانوش مقتنعين بما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الأمور فيها إن؟ لا، الموضوع في إن، وهو إنهم عندهم حسد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يبين عن هذا الحسد فيقول أأنزل عليه الذكر من بيننا دوننا، يعني محمد يبقى أحسن مننا؟ هذا لا يكون. بعض الناس من حمقهم، بعض الناس من حمقهم للأسف بيقضوا على أنفسهم لما بيرفضوا الحق لمجرد أن فلان من دعاة الحق، أو لمجرد أن الفئة دي اللي مش عاجباني دي من دعاة الحق. لا، الحق ينظر إليه في ذاته بغض النظر عن قائله، سواء اللي بيقوله بحبه أو بكرهه، مستظرفه أو دمه تقيل، حلو أو وحش، رجل أو امرأة. المسلم رائده الحق ويبحث عن الحق ويأخذه من أي شخص كان. لذلك النبي كان بيعلمنا إن احنا نرتبط بالمبادئ مش بالأشخاص، فيقول اللهم أرني الحق حقا بغض النظر عن أي حاجة، وارزقني اتباع، وأرني الباطل باطلا وألهمني اجتناب. يبقى المسلم نظره على المعنى، على الحق في ذاته، على المبدأ. الكفار والمنافقين وأهل الضلال نظرهم على الأشخاص، مين بيقول إيه. لذلك كان في شيخ الأزهر الله يرحمه
أظن الشيخ شلتوت عليه رحمة الله، كان في مرة بيتكلم مع واحد من أظن الدكتور مصطفى محمود أو حد من الكتاب، بيقول له أنت عارف إمتى الجماعة المثقفين اللي عندنا دولة يتبنوا الإسلام ويبقوا مسلمين ملتزمين؟ قال له إمتى؟ قال له لما الغربيين يتبنوا الإسلام ويلتزموا بالإسلام، ساعتها هم يقولوا أيوة ده الإسلام حلو. ليه؟ لأن إخواننا دولة البوصلة بتاعتهم هي إيه؟ العادات والتقاليد والأفكار والحضارة الغربية، فهم منهزمين أمام الحضارة الغربية فيرددون ترهات التي يقولها الغربيون. ففي ناس كده البوصلة بتاعتها الأشخاص بغض النظر عن المبادئ، يعني هو لو شاف شخص منتصر يبقى أكيد هو على حق، شخص منهزم أو ضعيف أو غلبان أو أكيد على باطل، وده من قلة العقل والعياذ بالله. فهم عبروا أيضا على هذا الموقف البحر الأحمق في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني المشكلة إذن مع شخص النبي مش في مضمون النازل، يعني النازل ده حق، بس لو يجي على حد على ينزل على حد تاني غير محمد يبقى حلو قوي. ولو فعل الله لهم ذلك ما آمنوا، لأنه الله عز وجل أولا يفعل ما يشاء، لا أحد يملي على الله ماذا يفعل. الأمر الثاني أن الكبر والعناد سيظل ملازما لهم. الله عز وجل يقول أنزل عليه على سنهم أنزل عليه الذكر من بيننا من دوننا، إزاي يعني ينزل القرآن على محمد ونحن الرؤساء والأشراف والكبراء؟ بل هم في شك من ذكري. هذا الحسد جعلهم لا يرون ما في القرآن من إعجاز فيشكون فيه ويشكون في مبادئه، بل لما يذوقوا عذاب الذي غرهم وجعلهم يقولون ذلك إمهال الله عز وجل لهم. ولو أخذهم الله بعذاب أو أخذ بعض الناس بعذاب أمامهم لاستغاثوا ولا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب فاغتروا بطول الإمهال. أم عندهم خزائن، هنا الآيات هتبدأ ترد هذا العناد. يبقى بعد ما الآيات بينت السبب في العناد والكبر وهو الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحسد له، الآن هتبدأ الآيات ماذا تفعل؟ ترد عنادهم وتبين أن الأمر كله لله، يفعل في ملكه ما يشاء. فيقول الله تعالى أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما. لو كان ليهم ملك السماوات والأرض لكانوا هم اللي يقولوا ويحددوا من الذي يكون رسولا ومن الذي لا يكون رسول، وإنما ملك السماوات والأرض لله، وبالتالي مالك السماوات والأرض هو الذي يتصرف في ملكه كما يشاء. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. فليرتقوا في الأسباب يعني يجربوا كده يملكوا السماوات والأرض، ياخدوا كده بالأسباب التي تجعلهم يصعدون إلى السماء فيصيروا هم ملوك السماء فيملكون السماء والأرض. ساعتها إذا ده حصل من حقهم أن يفعلوا في ملكهم ما يشاءون. فليرتقوا في الأسباب إن استطاعوا، ولن يستطيعوا فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك، الآيات بعد ما بينت إنه الله مالك الملك وحده هو الذي يحكم بما يريد، وإن هذا الملك ليس للكافرين وبالتالي ليس من حقهم أن يحددوا لله من هو الرسول ومن هو الذي لا يصح أن يكون رسولا، بتبشرهم بالهزيمة في الدنيا، وإن هذا الضعف اللي فيه المسلمين في مكة لن يستمر طويلا، وإن مالك السماوات والأرض كما أنه يتصرف في ملكه كما يشاء ويبعث الرسل التي يشاء يستطيع أن ينصر من يشاء أيضا، فتبشرهم بالهزيمة فتقول جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. سيحدث وسيقع في يوم من الأيام أنكم ستصبحون من المنهزمين أمام جنود الإيمان. فالآية فيها بشارة وفيها نذارة،
فيها تبشير لرسول الله وتصبير لرسول الله إن الوضع اللي في مكة هذا لن يستمر طويلا، وفيها إنذار لهؤلاء الكافرين وتخويف إنهم إن استمروا على ذلك فسوف يهزمون. العلماء بيقولوا إن هذه الآية رغم أنها نزلت في مكة لكنها تحققت في المدينة في غزوة بدر، لما هزم المشركون في غزوة بدر، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. طيب، ثم تذكر مش ربنا قال إن ربنا ينصر من يشاء وإنه قادر على هزيمتهم، بتذكر الآيات الآن نموذج من المكذبين قبلهم وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى عليهم، فيقول الله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. وهم العرب كان عندهم علم بهذه الأمور، كانوا يعلمون على الأقل خالص قصص عاد وثمود، إن أقوام عاد وثمود، إن سيدنا صالح بعث في جزيرة العرب، سيدنا هود بعث في جزيرة العرب، فهم أنبياء يعلمونهم جيدا ويعلمون أحوالهم جيدا، وكانوا يمرون الكفار دولت على ديار عاد وثمود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: لا تدخلوا ديار عاد وثمود إلا وأنتم باكين، يعني متعظين معتبرين. فكان العرب عندهم علم بما حل بديار عاد وثمود، وهم كانوا أعظم منهم حضارة وتقدم وأخذ بأسباب الدنيا، يعني حاولوا يرتقوا في الأسباب، حاولوا يملكوا الدنيا على الأقل. أنتوا العرب حبة الناس اللي هم يدوب ما عندكوش غير التجارة وسدانة البيت وخدمة الحجيج، ما عندكم شيء يعني، فأنتم أقل بكثير من هؤلاء، فانظروا ماذا فعل الله بهؤلاء. نوح: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد صاحب الأبنية العظيمة. الأوتاد الأبنية العظيمة المحكمة. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة. من هم أصحاب الأيكة؟ قوم شعيب. أولئك الأحزاب، دول اللي كانوا عندهم قوة بالفعل، قوم ثمود، قوم عاد، الفراعنة، دول اللي كان عندهم إيه؟ قوة. هذه القوة أعلى من قوتكم، ومع ذلك فقد هزمهم الله سبحانه وتعالى. أولئك الأحزاب، يعني أولئك أصحاب القوة. فأين ذهبت هذه القوة؟ إن كل إلا كذب الرسل، يعني كل واحد من هؤلاء كذب رسوله كما تفعلون تماما. فماذا وقع؟ قال الله تعالى: فحق عقاب، يعني فاستحقوا عقاب الله تعالى، جزاء التكذيب، فحق عقاب. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة، يعني مش هياخدوا الكفار المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم دولت مع ربنا سبحانه وتعالى غلوة، الموضوع كله صيحة واحدة. وما ينظر هؤلاء المعاندين لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. صيحة واحدة، إما أن يراد بها هنا العذاب الذي سيعذبهم الله سبحانه وتعالى به فيهلكون في الدنيا، أو المراد بالصيحة هنا النفخة الثانية التي يحيون بعدها فيجدون أمامهم النار والعياذ بالله. وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق، ما لها من فواق، يعني لا يفيقون بعدها. وقالوا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. شوفوا بقى العناد، الإنسان الطبيعي يا جماعة عشان تعرفوا أنه الكافر عقله ناقص، ناقص عقل، ومع ذلك سبحان الله هم أكثر ناس بيكلموا عن العقل والعقلانية، يعني هم أكثر ناس بينطقوا كلمة عقل وعقلانية وفكر حر وتنوير وتنور ومش عارف وإيه، وهم أنقص الناس عقولا وأبلد الناس فهما. الإنسان الطبيعي يا أخوانا المفترض يعني أنه إيه، يقول: يا رب عرفني الحق حتى أكون من أتباعه. الإنسان الطبيعي يقول:
إذا كان معك الحق فأنا سأذعن له، وإذا كان معي الحق فأنت ينبغي أنك أنت تذعن لي. إحنا الاثنين كلنا بندور على ماذا؟ على الحق. فالعقل يعمل كده، وده اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يعلمه لهم لما كان يقول لهم صلى الله عليه وسلم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني يا جماعة بالراحة كده، إحنا بنقول كلام عكس بعض، مش هينفع بالعقل أن يبقى كلنا صح، فواحد منا صح والتاني غلط، فتعالوا نقعد مع بعض نشوف من الصح ومن الغلط. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يبقى إذن هم بقى بقلة عقولهم ماذا يفعلون؟ لا مش كده بس، وقالوا: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. مش كده؟ يبقى إذن هم المفروض الواحد يقول: اللهم إن كان ما يدعو إليه محمد هو الحق فاجعلنا من أتباعه. العقل كده. لكن هم يقول لك إيه؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. مش طايقين الحق ده، إحنا نموت في اللحظة ولا يبقى معاه الحق. شوفوا قلة العقل إزاي. فهنا بيقولوا نفس الفكرة: أو ائتنا بعذاب أليم. قالوا هم في الآية الثانية في سورة إيه؟ في الأنفال، في سورة الأنفال. فهنا بيقولوا كده: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. قبل يوم الحساب، لما النبي يعدهم يقول: يا جماعة احذروا، هيحصل معكم زي ما حصل مع الفراعنة، مع قوم صالح، مع قوم نوح، مع فلان مع فلان. فهم يعاندوا أكثر ويقولوا: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا نصيبنا من العذاب قبل يوم الحساب. فإذا يعني كأنهم قفلوا الباب خالص. يعني أنت لما تروح لواحد تقول له: أنا أدعوك إلى الحق وأحب لك الخير، وبتقول لك: لا مش عايز أسمعك. طب بس تعال نسمع، أنت اللي كان زيك كده ما فلحش، اسمعني يا ابني وبتاع، وتعالى ونقعد مع بعض ونفهم وكذا وكذا. يقول لك: شوف، حتى لو كان معاك الحق، حتى لو جبت لي 1000 دليل برضه مش هسمع كلام. فيبقى إذن ده إيه؟ يخلي الداعية إلى الله، يخلي النبي يشعر بماذا؟ بالحزن واليأس من دعوة هؤلاء. فلما النبي يأتيه هذا الشعور، شعور الحزن هذا، الله عز وجل يقول له: اصبر اصبر. فلذلك الآية التي تليها مباشرة تقول: اصبر على ما يقولون. يعني مع الوقت الله عز وجل يظهر لهم الحق فيهتدي بعضهم، مع الوقت لما يجدون دعوتك منتصرة والناس يدخلون في دين الله أفواجا بعضهم يرجع. اصبر لعل هؤلاء الملأ الذين يصدون الناس عن الإيمان يموتون أو يهلكون فتنفتح صدور الناس للدين. يبقى الصبر كله مآله إلى إيه؟ إلى خير. يعني هي المسألة مسألة ماذا؟ وقت. طالما ربنا أنزل الحق فالحق قوي بنفسه، مسألة وقت. شوف النبي لما كان يقول للصحابة: ولكنكم قوم تستعجلون، لما كان يجي سيدنا خباب بن الأرت رضي الله عنه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدعو لنا، ألا تستنصر لنا، وهم بيتعذبوا في مكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ يقول له إيه: لقد كان من كان قبلكم يمشط بمشاط الحديد من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه ما يصده ذلك عن دين الله، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم قوم تستعجلون. فأصبروا شوي، خلق الإنسان من عجل. فهنا إيه الصبر؟ اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أول. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيذكر لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولكل من يقرأ هذه السورة وللكافرين نموذج من نماذج عباد الله الذين صبروا فنالوا. سيدنا داود عليه السلام كان أواب، يعني رجاع إلى الله، يعني يرجع إلى الله كل أموره، يعني مفتقر إلى الله، يعني متوكل على الله، يعني مستسلم لله. ربنا سبحانه وتعالى لما وجده كذلك اصطفاه وأيده وقواه.
فقال الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ذا الأيدي ذا القوة، صاحب القوة والعزة والمنعة، أو صاحب القوة في الإيمان والرجوع إلى الله والصبر على المكاره ودعوة الخلق. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، يعني كأن ربنا هنا في الآية يا جماعة بيذكر قوة سيدنا داود ومصدر هذه القوة. فسيدنا داود قوي، ما مصدر هذه القوة وما سر هذه القوة وما سبب هذه القوة؟ الأوبة، الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ذا الأيدي إنه أواب، فأوبته فرجوعه إلى الله سبحانه وتعالى يقويه. طيب، ذا الأيدي إنه أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، يعني ربنا أنعم عليه بنعمتين ظاهرة وباطنة. النعمة الظاهرة إنه ملكه الأرض أو ملكه على قومه، النعمة الباطنة إنه آتاه الحكمة. وقلما يجتمع الأمرين في حد، ممكن يبقى الواحد ملك لكنه غبي، بس الناس بيخضعوه إما لماله أو لجنده أو لبطشه أو لكذا، زي فرعون كده، كان ملك وفرعون وعنده حضارة عظيمة بس غبي، الناس بيخضعون ليه بالقوة. ممكن يبقى الواحد حكيم لكنه لا يملك، زي المفكرين وزي المثقفين وزي العلماء، عندهم حكمة لكن عندهم شيء إيه؟ ملك ولا قوة ولا نفوذ. فاجتماع الأمرين في عبد من عباد الله ده نادر. فسيدنا داود عليه السلام الله عز وجل جمع له الأمرين، فقال: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. إيه فصل الخطاب؟ يعني القضاء في المنازعات، أو القوة في الكلام والبيان بحيث يخضع له الناس، فهو مبين في حجته عليه السلام. وبعض الناس بيقولوا فصل الخطاب، وده أيضا فيه دلالة على بيان سيدنا داود وحسن سبكه للكلام. فصل الخطاب هو قولنا أما بعد، أول من قال أما بعد داود عليه السلام، هو ده فصل الخطاب، لأنه بيفصل بين المقدمة والدخول في إيه؟ والدخول في الموضوع. طبعا مش ده بس فصل الخطاب، ولكنه إيه؟ دلالة على ما آتاه الله عز وجل لداود من الإيه؟ من البيان والحجج والبراهين التي بها يستطيع الفصل وإقناع الخصوم، الفصل في الخصومات وإقناع الناس بما وصل إليه من حكم، مستعينا على ذلك بما آتاه الله من حكمة ونبوة. إنا سخرنا له الجبال، يبقى إذن إيه؟ اصبر على ما يقولون، واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. الله عز وجل سخر لداود الجبال يسبحن معه، يعني ربنا أعطى سيد داود القدرة على التصرف في الكون. الجبال والأشجار والأحجار كلها إيه؟ مسبحة بطبيعتها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهي مسبحة. لكن الفرق بيننا كلنا، بيننا إحنا وبين سيدنا داود وبين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أننا لا نسمع هذا التسبيح. عشان كده سيدنا النبي لما حب يوري أصحابه الموضوع دوت عيانا لا خبرا، مسك الحصى صلى الله عليه وسلم فسبح في يديه، ثم أعطاه لسيدنا أبو بكر فسبح في يديه، ثم أعطاه لعمر فسبح في يديه، ثم أعطاه لعثمان فسبح في يديه، والصحابة سمعوا التسبيح ده، فكانت معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فالكون يا جماعة كله مسبح، سواء إحنا شفنا ده أو ما شفناهوش، عرفناه أو ما عرفناهوش. فكأن الله أعطى لداود عليه السلام التصرف في الكون ومعرفة لغة الكون وسماع تسبيح الكون، فأعطاه ملك عظيم وعريض وكبير.
إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. يعني تخيل أنت كده لما تيجي تقرأ قرآن تحس إن الجبال سمعاك، أو بتردد على كلامك، أو الجبال بتتجاوب معك. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أول. سخر الله له الجبال، سخر له الطير بحيث ترجع إليه وتؤوب إليه إذا سبح الله وإذا تلا. سيدنا داود عليه السلام من الأنبياء الذين أعطاهم الله عز وجل الصوت الحسن، الصوت الجميل، حتى قيل إن القرآن سيسمعه أهل الجنة يوم عند دخولهم الجنة بصوت داود عليه السلام. ليه؟ لنداوة وحلاوة صوته. والطير محشورة كل له أواب، كل له رجاع يرجع إليه إذا تلا القرآن أو إذا أرادها في أمر من الأمور التي أباحها الله سبحانه وتعالى له. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قلنا الله أعطاه إيه؟ نعمتين، نعمة ظاهرة وهي الملك الظاهر في الأرض، ونعمة باطنة وهي الحكمة والنبوة والعلم وفصل الخطاب كدلالة على هذه الحكمة وهذه النبوة وهذه الحجج القوية التي أعطاها الله لداود عليه السلام. الآيات الآن بتبدأ تذكر ابتلاء الله واختبار الله وتعليم الله في الوقت نفسه لسيدنا داود عليه السلام. ربنا سبحانه وتعالى بعث لسيدنا داود ملكين. الملكين دولت عملوا نفسهم أصحاب قضية ومختلفين، فسيدنا داود عليه السلام أراد الله أن يعلمه وأن يؤدبه وأن يؤهله لأداء المهمة التي كلف من أجلها. فيقول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم، الخصم الخصوم، إذ تثوروا المحراب. سيدنا داود لقاهم قدامه فجأة، تثوروا المحراب. وبعض العلماء طبعا بيقول إنهم ما كانوش ملكين ولكن كانوا بشرين عندهم قضية حقيقية. أيا كان الأمر فهو تعليم من الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام. إذ تصوروا المحراب، يعني شافهم قدامه كده فجأة من غير مقدمات. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، خاف منهم، قالوا: لا تخف، إحنا عندنا قضية، خصمان، إحنا خصمان، بغى بعضنا على بعض، بعضنا ظالم وبعضنا مظلوم، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تظلم في حكمك، واهدنا إلى سواء الصراط، عرفنا الحق من الباطل. إيه هي القضية؟ واحد منهم قال: إن هذا أخي له 99 نعجة. النعجة الأنثى من الضأن، خلاص كده. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. فقال له: أكفلنيها، يعني أعطني نعجتك حتى أضمها إلى نعاجي، حتى أضمها إلى نعاجي وأرعاها لك. يعني كأنه يعني قال له: أنت عندك نعجة واحدة، فيعني أنا ممكن أرعاها لك، فأعطني ما عندك. يعني كأنه من عنده الكثير طمع في القليل، عشان يبقى عنده هو كل حاجة والثاني ما عندهش حاجة. وعزني في الخطاب، يعني غلبني بالكلام. يعني انت مثلا بدل ما هتجيب اكل الواحدة، ما انا تاكل مع وسط النعاج اللي بتاكل وخلاص وكذا، وانا عندي خبرة اكثر منك في رعاية النعاج وكذا وكذا. وعزني في الخطاب، اي غلبني في الخطاب. فسيدنا داود مباشرة تكلم، وما كان الحاكم العدل القاضي ماذا يفعل؟ يسمع الطرفين،
على طول راح قايل له ايه عشان حضراتكم تعرفوا ان القضاء لا يكون بالظاهر. انا قدامي واحده مضروبه في المحكمه، اكيد هي اللي مظلومه، ايش عرفك؟ مش يمكن هي اللي غزت جوزها بسكينه ولا حاجه فراح ضربها، فهي التي ابتدات وظلمت فضربها. فاحنا ما نحكمش على الامور ايه بالظاهر كده، مش مجرد ما شفنا واحد شكله غلبان يبقى هو اللي مظلوم، او واحده بتعيط يبقى هي اللي مظلومه، او واحد صغير مع واحد كبير يبقى هو اللي مظلوم. لا، مش كده الامور، ما تمشيش كده. قال: لقد ظلمك بسؤال نعدتك الى نعاجه. يعني هو صاحبك ما عندوش غير نعجه واحده، تمام كده، فكيف يطلب منك ان تضم نعجتك الى نعاجه بحيث انت ما يبقاش عندك شيء؟ قال: لقد ظلمك، فحكم. لما يقول قال لقد ظلمك فده ايه؟ ده حكم. قال لقد ظلمك، فكانه مباشره ادان الخصم قبل ان يسمع له. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه. وربما يكون صاحب النعجه الواحده هو اللي غلطان، مش كده ولا لا؟ او هو الظالم. ليه؟ ممكن تكون كانت اصلا بتاعه الاول وهو اللي سرقها وهو اللي خدها وادعى انها له. يعني الامور ما بتبقاش كده، مش انا عندي، هو عنده 99 وانا عندي واحده بس، وبيقول لي هات اللي معاك، شوف الصوره عامله ازاي. لكن لما تروح تقول له انا عندي نعاج وهذا سرق نعجتي، شوفوا. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر القضاه من الاغترار بفصاحه الخصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ بيقول: انكم تختصمون الي، وان بعضكم الحن بحجته من بعض. يعني بعضكم يعرف يزوق كلامه ويرتب حجج وبراهينه. فمن قضيت له بغير حق فانما اقضي له بقطعه من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ والقضاه عامه لهم تحكيم الظاهر، هم بيحكموا ايه؟ وفق الذي يقال. فانت ما تستخدمش ما اعطاك الله من حجج ومن امكانيات بلاغيه وكلاميه في انك تؤثر على الايه؟ تؤثر على القاضي. وهذا ما يفعله بعض الناس، ممكن الواحد يبقى معاه الحق ومش عارف يثبت انه حقه، لان التاني فاجر. في ناس كده فجر في الخصومه، فايه؟ فيستخدم الحق والباطل في الايه؟ في حقه. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي، ده كلام بقى إيه؟ ده تكملة لكلام سيدنا داود. وإن كثيرا من الخلطاء الشركاء في المال يعني ليبغي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه، بعد ما سيدنا داود اتكلم والخصوم مشيوا من عنده، أيقن، رجع نفسه. هنا برضو الآيات بتدينا ملمح جميل من صفات الحاكم ومن صفات القاضي ومن صفات الحكم بين الخصوم، إنه يرجع إلى الحق إذا علمه ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله. مش الآيات وصفت سيدنا داود بأنه أواب، رجاع، تائب إذا أخطأ؟ فدي صفة من صفات الحاكم العدل، صفة من صفات الأب، صفة من صفات المعلم، صفة من صفات كل من يتصدر لتوجيه الناس، قاضي، حاكم، إلى آخره. كل ذلك ينبغي أن تكون من صفاتهم عدم التكبر، إنه يكون رجاع إلى الحق. فوظن داود أيقنا، ظن هنا بمعنى أيقنا، علم، تأكد. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، فتناه ابتليناه، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الآيات بتذكر أن سيدنا داود عليه السلام له رصيد عند الله سبحانه وتعالى، فيقول الله تعالى: وإن له عندنا لزلفى. داود لم يقصد، لم يتعمد فعل هذا، وإنما الذي وقع معه عليه السلام إنه أراد الحق وأراد أن يحكم بالحق، ثم أيقن أنه تجاوز الحق فرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب،
يعني ربنا تاب عليه في الدنيا وسيكرمه في الآخرة، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما رجع داود إلى الله سبحانه وتعالى غفر الله له في الدنيا وسيكرمه ويقربه في الآخرة. ليه؟ لأن التوبة تجب ما قبلها. سيدنا داود سجد وركع ورجع إلى الله فغفر له. لذلك إحنا في دعاء، في الدعاء اللي بنقوله في سجود التلاوة بنقول إيه؟ سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها أجرا واجعلها لي عندك زخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. يعني استجد يا رب اغفر لي بها كما غفرت لداود بسجدته وتوبته وإنابته. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. يعني بعد ما سيدنا داود تعلم الدرس وعرف إزاي يحكم بين الناس، ربنا أعطاه وحكمه وملكه واستخلفه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، أي لتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. الهوى، الهوى هو ما تميل إليه النفس بلا دليل، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الهوى يضل عن سبيل الله، والمراد بالهوى هنا الهوى غير المبني على أساس، لأن الواحد قد يميل إلى ما يحبه الله ويرضاه. عشان كده سيدنا النبي ميز بين الأهواء فقال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فسماه هواه. لكن الهوى ده هوى حلو لأنه تابع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالنفس قد تميل للطاعة فيكون هواها في الطاعة ومحبتها للطاعة، فده هوى مطلوب. والنفس قد يكون هواها وميلها إلى المعصية، فهذا هوى إيه؟ منهي عنه. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. نقف هنا ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انا كنت قرات حاجه ان ديت مش دي اسرائيليات ولا ايه، كان بيقول ان هو كان خد جهد القرض بتاعه اسرائيليات. طبعا تمام. طبعا تمام. انبياء الله ليسوا كذلك. فهم انا اختبرناه ايه؟ اختبرناه ايقن ان ما وقع معه ابتلاء من الله ليعلمه. فالله هو الذي أرسل إليه الملكان أو الملكين، أو الله هو الذي أوقع أمامه هذه القضية حتى يتعلم. لا أعلم، الآيات ما ذكرتش كده. إحنا عندنا القرآن أصل، ما نروحش نقرأ في قصص وبعدين نفهم في ضوئها القرآن. لا، احنا مفروض نقرأ القرآن، ولو عايزين نقرأ القصص لو احتاجنا ولم نحتاج نروح نشوف، وبعدين ساعتها نقول ايوه ده غلط ان القرآن ما قالهوش، ايوه ده نسكت عنه لان القرآن ما نعرفهوش ما قلناش عليه، ايوه ده صح لانه متوافق مع القرآن. فالقرآن هو الاصل. القصص اللي تذكر دي معظمها او الكثير منها اسرائيليات، فلا يعتمد عليها، خاصة ان بني اسرائيل حريفة إساءة إلى الأنبياء. يعني هم الكتاب التوراة ده كله إساءة إلى الأنبياء. يعني الواحد لما يقرأه المعنى اللي هيخرج بيه الحمد لله أنا مش نبي. يعني أنت لما يجيب لك نبي بيشرب خمرة، نبي بيتآمر على قائد جنوده، مش دي اللي أنت قريتيه في قصة سيدنا داود؟ بيتآمر على قائد جيشه فيقول له روح المعركة ديت عشان عينه على مراته. إيه الخفة والندالة دي؟ أنبياء الله كذلك. ازاي يعني؟ ازاي ده في قدح في الذات العالية، في قدح في الله، ان ربنا يختار لنا ناس يكونوا قدوات في هذا الشكل. المستفاد من قصص القرآن بتاع الدكتور عبد الكريم زيدان.
خلاص هيرتقوا بالأذواق. طيب هنا مش هيرتقوا بالأذواق، ممكن المفروض دي ممكن يعني الأرض اللي هو أذواق أذواق كفرهم وعدم تطبيقهم تاني. فليرتقوا فليأخذوا بأسباب العلو على أساس إيه؟ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. الله، الله هو الذي فضل بعضهم على بعض بتفضيل سابق من الله واصطفاء من الله، ثم التفاضل بينهم يكون أيضا بحسب قوة الصبر وشدة الصبر على الدعوة، لكن الأساس هو تفضيل الله واصطفاء الله. بعضها عن مفسرين، بعضها عن يعني الصورة تحتمل يعني هذا، ما فيهاش حاجة يعني مخالفة للشرع انك مثلا تسمي سورة البقرة بسورة مثلا الطلاق، ان فيها احكام الطلاق مش كده، او تسمي سورة البقرة بسورة القبلة، يعني ايه السورة التي تذكر فيها قصة تحويل القبلة، فممكن ما فيهاش محذور شرعيا. في يعني كتب كتير ودروس، هل مثلا على علامات الساعة الكبرى، هل يعني هو علم انا مش عارف اقوله مش عارف، بس هو اولوي يعني الواحد يقرأ فيه كتير ويسمع فيه كتير، يعني ده مثلا حاجة مهمة قوي ان احنا نعملها ولا لا؟ هو المهم ان احنا نعمل، ده المهم. يعني تخيل انت الناس اللي هم شغلين نفسهم بعلامات الساعة والصيحة في رمضان دوت، ومش عارف المهدي قرب يظهر، ويا جماعة خلاص اوشكنا على مش عارف ظهور مش عارف مين، والحاكم العربي الفلاني هو السفياني، والحاجات اللي احنا ان انتوا بتسمعوها دي كلها. طب يعني ايه المطلوب؟ يعني انت دلوقتي حد وحدها مش اولوي، قال لي طيب عشان بيقولك ان في مش عارف 32 مهدي منتظر ممكن يطلع، عشان تبقي عارفه مين الصح اذا طلع بكره. المطلوب هو العمل دايما، العمل الصالح يعصم صاحبه من الفتن. النبي لما يقول اذا قامت القيامه، شوفي القيامه نفسها قامت، مش لسه ما قامتش ومستنيينها وبنبحث عن علامتها. اذا قامت وفي يدي احدكم فتيله فليغرسها، فهو يجب أهو شغال، سواء القيامة قامت ما قامتش، أنا أملى وقتي بطاعة الله، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فيعصمني من الفتن. لا شك طبعا أن معرفة علامات الساعة من الحاجات المهمة، لأنها جزء من الشرع، جزء من الدين، لكن الاشتغال بها زيادة عن اللزوم فراغ. وكثير من الكلام قال تخمينات لا دليل عليها. احنا عرفنا أنه من علامات الساعة اللي النبي أخبرنا عنها 1 2 3 بس، شكرا. ما تقعدش بقى تقول لك ايوه ده اصل في انقلاب كوني ودي في اعاصير في اندونيسيا فده معناها انه مش عارف هيحصل ايه مش عارف ايه، وتشغل نفسك بالحاجات دي فراغ. كتير منها يعني ما اظنش ان هو بينبني عليه عمل، وكتير منها تنبؤات بس، والله اعلم. ايه كمان؟ مش العلم اللي بيعطل فحره من الفتن. لا، العلم المجرد ابدا، ده العلم نفسه فتنة. يعني هو العلم نفسه فتنة. يعني بنو إسرائيل لما جه رسول الله كان أعلى من الناس دي أصلا، يعني هم اللي جمعوا أهو. أديك أنت بتقولي أهو، يعني العلم نفسه قد يكون فتنة. عشان كده لو تلاحظوا في سورة الكهف ربنا سبحانه وتعالى بيقول في هذه السورة في فتنة ناف في صاحب الجنتين، وفي فتنة صراع الحق والباطل والابتلاءات، وفي فتنة العلم. عند مين فتنة العلم؟ سيدنا موسى. في فتنة الملك عند ذو القرنين. فاللي ينجو من الفتن دي كلها هو اللي ينجو من فتنة المسيح الدجال. عشان كده النبي قال اللي يحفظ 10 آيات من سورة الكهف عصمه الله من ايه؟ من فتنة المسيح الدجال، لأنها أعظم فتنة. فاللي مش هينجو من فتنة الناس الصغيرة مش هينجو من فتنة المسيح الدجال. فهو العلم نفسه قد يكون فتنة، الذي ينجي الإنسان الصدق مع الله، إن يبقى عايز ربنا، ده اللي ينجيه. عشان كده الجماعة المتصوفة يقولوا إنه شيخ المريدي صدقه. قبل ما تقول أنا عايز شيخ يساعدني على نفسي ومش عارف وإيه،
لا، في شيخ قبلك انت مش واخد بالك منه، وهو انك تكون انت صادق في طلب الله سبحانه وتعالى. الشيخ مش يعمل لك حاجة لو انت بتدلع. فهو شيخ المريد ايه؟ صدقه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ده اللي ينجي الانسان. كم من انسان نجا وهو امي، وكم من انسان هلك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فالعلم ليس سبيل النجاة وحده، حتى من الشرع طبعا. فلما كله أصلا عن علم الشرع أخذني عارف. فالعلم ليس سبيل النجاة وحده، إنما العلم الذي معه عمل. فالعلم يطلب للعمل لا لذاته، لا لذاته. فلذلك لما نقول كده العلم سبيل النجاة، دي نصف الحقيقة، ونصف الحقيقة كذب. بل العلم المصحوب بالعمل هو النجاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.